بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع الشرطة الصينية اللي بتقتحم مكان عصابة الكلب المجنون وبيدخلوا في قتال عنيف معاهم، واللي بيقود فريق الشرطة ده هو الضابط الملتزم شياو، وبيكون عنده مهارات كبيرة وقوي جدا في القتال. وما بين تفجيرات ورصاص في كل مكان بتكون خلاص الشرطة قربت تخلص على العصابة. بس عشان نعرف ليه حصل كل ده محتاجين نرجع بالوقت ورا شوية، لما شياو بيبعت فريق من الشرطة علشان يبصوا على مكان معين، وبيكون في قناصة موجودة في المكان ده وبيضرب طلقة في السواق علشان تتقلب العربية بيه، وده بيحصل قدام شياو اللي بيكون بيراقب الوضع بالكاميرات وبيفضل يتكلم مع زمايله باللاسلكي لحد لما بيظهر تشينج زعيم عصابة الكلب المجنون، واللي قدر شياو وزمايله يقبضوا على اخوه من فترة، وبيوريله تشينج شكل الفريق بتاعه بعد ما اتقلبت بيهم العربية، وبيعرفوا ان في واحد مات والاربعة الباقيين مصابين اصابات خطيرة وعشان كده هياخدهم معاه، وبيولع بعدها في العربية هي والراجل اللي مات جواها. وفي نفس الوقت شو جندي الجيش المعتزل شغال ديليفري بالموتوسيكل بتاعه وبيسمع في الاخبار موضوع تشينج وانه رجع من تاني بعد ما اخوه ليانج اتقبض عليه. فتشو بيفتكر لما كان لسه في الخدمه وعمالين يطردوا في تشينج، وقدر يعدي الحدود بعد ما قتل القائد بتاع تشو، ولانه عدى الحدود كان صعب على تشو ان يضربه لانه بكده هيبقى خالف القواعد العسكريه. وبنرجع تاني لشياو اللي بيكون واقف قدام القاده بتاعته وبيعرفهم بالوضع اللي هم فيه، وان في اربعه من الشرطه خدهم تشينج رهاين عنده. وهنا تشو بيدخل وبيقدم نفسه قدام القاده وانه جندي معتزل، وبيعرفهم كل المعلومات اللي يعرفها عن عصابة الكلب المجنون وانهم اكبر عصابة في المدينة كلها وبيتاجروا في المخدرات والسلاح كمان. ومن سنتين تم التعاون بين الشرطة بقيادة شياو وبين الجيش بقيادة تشو، ونجحوا في القبض على معظم افراد العصابة وقتها، وقدروا كمان يقبضوا على زعيم العصابة واللي هو ليانج. لكن تشينج اخوه قدر ان هو يهرب عن طريق الحدود، وبيعرفهم ان اكيد تشينج رجع من تاني علشان ينقذ اخوه من السجن، وتشو بيطلب من القادة ان هو ينضم معاهم في عملية القبض على تشينج. فالقائد بيقول له ان هم هيراجعوا طلبه ده بعدين، وبيعرف الباقيين ان هم لازم يمسكوا تشينج في اسرع وقت، وبيطلب من شياو يعمل فريق خاص حالا علشان يقبضوا عليه قبل ما يحصل مشاكل تانية. وفي الوقت ده تشينج بيكون في المخبأ بتاعه، والسيد لونج اللي بيساعده في السر موجود عنده وبيلومه لان المفروض هو بيساعده علشان يقتل واحد مضايقه. فتشينج بيقول له انه هينقذ اخوه ليانج الاول وبعدين هيعمله اللي هو عاوزه، وما يقلقش من الشرطه خالص لانه هيقدر يتعامل معاهم. وبنرجع لتشو اللي بيطلب من شياو ان هو ينضم ليه لكنه بيرفض، وبيقول له ان الموضوع ده ما يخصوش دلوقتي لانه ساب الجيش خلاص، وبيطلب منه يمشي من المكان علشان يعرفوا يشوفوا شغلهم. ولما القائد بيطلع يتكلم مع شياو بيعرفوا ان تشو انتهك القواعد العسكريه زمان اثناء لما كانوا بيطردوا تشينج واللي معاه، والقائد بتاع تشو ساعتها ضحى بنفسه في اليوم ده، وما كانش سهل ابدا على تشو اللي اتاثر بموت القائد والمعلم الروحي بتاعه وبدا يفقد السيطره، وكان عاوز يقتل تشينج بعد ما عدى الحدود، وده طبعا ما ينفع. ولما شاف ليانج قدامه فضل يضرب فيه وتسبب في اصابات كتيره، وطبعا بعد ما رجع اتعمل له تحقيق بسبب اللي عمله ده، فقرر ان هو يستقيل من الجيش بارادته بدل ما يعمل مشاكل تانية. ودلوقتي لما عرف ان تشينج رجع عايز يشارك عشان ينتقم لموت القائد بتاعه ويقتل تشينج، وده اللي شياو مش عايزه لانه بيحترم القانون وعاوز يحبس تشينج مش يقتله. وشياو بيبدا يدي الاوامر للي حواليه علشان يفضلوا في حاله تاهب لو حصل اي حاجه او حتى تشينج حاول يتواصل معاهم. وفعلا تشينج بيظهر على الشاشة قدامهم وبيوريهم الجنود اللي اتصابت اصابات خطيره وممكن يموتوا، وبيطلب من شياو انه يطلع اخوه من السجن ويقابله بكره علشان يسلمه له والا الجنود هتموت. وشياو اللي معاه بيفشلوا في تحديد المكان اللي تم منه البث بتاع تشينج، لكنه بيفهم من الفيديو ان في حد مع تشينج بيساعده في اللي بيعمله، وبيطلب من اللي معاه يتحروا عن الموضوع. وفي الليل بيروح علشان يقابل مخبر من بتوعه، فبيلاقي تشو واقف بيضربه علشان يطلع منه المعلومات، فبياخدهم على الاسم علشان يعملوا تحقيق معاه، وبيقعد ياكل بعد كده مع تشو، وبيعرفه انه مش هينفع يكون معاهم في العملية دي لانه مش هيفكر بشكل كويس وهيتصرف بتهور. وبيروح بعدها للمخبر بتاعه اللي بيقوله انه شاف واحد من عصابة الكلب المجنون جات للمكان اللي بيشتغل فيه واللي بيكون تابع للسيد لونج، وبيقوله كمان انه حاسس ان لونج ده ليه يد في الموضوع لان اللي جه المحل كان قاصد لونج على طول مش مجرد انه جاي المطعم علشان ياكل بس. فشياو بيقرر ان هو ياخد فريق من الشرطة ويروح لونج البيت بتاعه علشان يتكلموا معاه. فشياو بيسأله وبيقول له انت ليه بتساعد تشينج في اللي بيعمله، وطبعا لونج بينكر ان هو يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. فشياو بيقرر ياخده معاه للاسم علشان يتكلم هناك، لكن لونج
بيقعد يضحك وبيقول له ان هو والاتنين ضباط اللي معاه دول مش هيقدر انه ياخده من هنا. وهنا تشو بيظهر اللي بيقول له عدد الرجالة بتاعتك في البيت هنا هم 8، وبيعرفوا مكان كل واحد فيهم لانه اتسحب ورا شياو وضرب كل رجالة لونج. فالحارس الشخصي اللي واقف بيحس بالخطر وبيطلع المسدس، لكن تشو بياخد منه المسدس بسرعة كبيرة جدا. حتى البنت التانية لما بتطلع مسدس شياو بياخد منها وبيثبتها علشان يفهم لونج انه خلاص انتهى، وفعلا بينزل معاهم. واول لما بيخرج من البيت بيقول لشياو انه ممكن يعترف دلوقتي بس يسيبه، وفجأة بتيجي عربية وبتضرب طلقة على لونج وبتموته. فشياو وتشو بيتحركوا بالعربية وراهم قبل ما يهربوا، وبيحصل بينهم مطاردة شرسة جدا، ورجالة تشينج بيبدأوا يضربوا النار. ولما تشو بيحاول انه ياخد المسدس علشان يضرب عليهم، شياو بيقول له ان في مدنيين كتير وممكن يصيب حد فيهم، وما بيكونش قدامهم غير ان هم يفضلوا ورا العربية لحد لما يوقفوها. فالراجل بيطلع قنبلة وبيرميها على العربية علشان يعطل شياو، وبينجح فعلا وبيهرب منهم. فشياو بيرجع للاسم بعد ما فشلوا ياخدوا اعتراف لونج، وكمان فقدوا العربية اللي كان فيها الراجل بتاع تشينج. فالقائد بيحذرهم ان هم ياخدوا بالهم كويس لان تشينج وعصابته مش سهلين. وفجأة بيظهر تشينج على النت مرة تانية وبيوريهم اخو شياو اللي اصابته خطيرة وممكن يموت، وبيفضل يستفز شياو وبيقول له ان بكرة لازم يطلع ليانج على الحدود والا اخوه هيموت. فشياو بيتضايق لانه مش قادر يعمل حاجة، وبيطلع يقف قدام العلم وهو محتار بين خدمة وطنه وبين انقاذ اخوه من الموت. حتى تشو بيروح يقعد عند قبر القائد بتاعه وبيفتكر المعركة اللي حصلت زمان وبيوعده انه مش هيسيب حقه. وتاني يوم شياو بيقعد مع تشو وبيفكروا باول مرة قابله فيها لما تم التعاون بين الشرطة وفريق خاص من الجيش علشان ينهوا سيطرة عصابة الكلب المجنون على المدينة. والاتنين وقتها قدروا يشكلوا تحالف قوي جدا بسبب المهارات القتالية الكبيرة اللي عند كل واحد فيهم. فتشو بيقول له ان عنده خطة علشان يقبضوا على تشينج، لكن محتاج تعاونه، وبيوعده انه مش هيتصرف بتهور خالص. وتشينج بيتصل بيهم بعدها علشان يقول له شياو انه محتاج يبعت حد عنده علشان يطمن على صحة زمايله والا كل حاجة هتتلغي. فتشينج بيوافق وهو عارف طبعا ان هو كمين، بس بيقول لزمايله انه هياخد حذره على الاخر. وتشو بيبعته وحواليه عربيات كتير ومعاه جهاز تتبع كمان علشان يقدروا يحددوا مكان تشينج. والعصابة بتوصل وبياخدوا تشو وبيغموا عينه وبيفضلوا ينقلوه من عربية للتانية كل شوية، وبياخدوا بالهم من جهاز التتبع اللي في الجزمة وبيرموها في الشارع لحد لما بيروحوا للمخبأ. واول لما بيشوف تشينج هناك بيفتكر القائد بتاعه وبيهجم عليه، لكن تشينج بيضربه وبيكلم شياو على النت من تاني وبيوريه وهو بيضرب تشو وبيقول له انه لازم يخرج اخوه بكره والا كلهم هيموتوا. وفي الليل شياو بيكلمه وبيقول له ان لازم تشو يرجع علشان يتاكد ان زمايله كويسين ومحدش مات فيهم والا التفاوض ما بينهم هينهار. وبيفضل مصمم على رايه انه يبعت تشو علشان يشوف حاله الجنود. بعدها تشو بيفضل يزعق ويقول لتشينج ان اخو شياو اللي معاهم حالته حرجه جدا وهيموت، ولازم ارجع علشان ابلغ عن اللي حصل والا المفاوضات هتبوظ. فتشينج بيقرر انه يرمي الجندي المصاب ده وبيبلغ شياو علشان تبقى الخطه بتاعتهم نجحت فعلا. وبنرجع بالوقت ساعه ما تشو قال ان عنده خطه وكل اللي حصل ده كان من تخطيطه، وشياو بيعرف انه بيقدر يحدد المكان اللي هيمشي منه حتى وعينه متغميه لانه اشتغل ديليفري لمده سنتين، وبيعرف كل الشوارع عن طريق الريحه والاصوات المميزه اللي فيها. ولما بيقدر يحدد المكان بالظبط هيقول لواحد من الجنود عليه ويخلوا تشينج يبعته لشياو بسبب سوء حالته وانه ممكن يموت. وبرغم ان شياو ما بيكونش واثق قوي في الخطه دي الا انه بيوافق. والجندي بيقول له ان تشو بيقول انه ما قدرش يحدد المكان بسبب انه اتنقل في اطر من عربيه وهم ماشيين والاماكن اختلطت عليه، وكمان لما كانوا خلاص هيدخلوا المخبأ في واحد من الرجاله بيشغل اغاني، ودي طبعا شوشت على تشو اكتر وفشل في تحديد المكان علشان يبقى كل المعلومات اللي قدر ياخدها هي درجه الحراره والساعه كانت كام لان كان في واحد من العصابه سال عنها. ولما القائد بيعرف الكلام ده بيقرر ينقل القضيه لجهه حكوميه تانية لانهم فشلوا. بس شياو بيسمع صوت برج الساعه وبيفهم ان المخبأ بتاع تشينج في المحيط ده زي ما قال له تشو، وبيطلب من كل اللي معاه ان هم يستعدوا للحرب. وفعلا بيقدروا يوصلوا للمخبأ بتاع عصابه الكلب المجنون، وده المشهد اللي كان في البدايه. وباستخدام مهاراتهم العاليه جدا بيقدروا يقتلوا في رجاله العصابه واحد ورا التاني من غير طلقه واحده حتى، لكن القناصه بتشوفهم وبتبدا تضرب عليهم، وتشينج بيشوفهم في الكاميرات فبيستعد الكل للمعركه، وتشو بيحاول يفك نفسه علشان يشارك هو كمان. وفي اقل من 5 دقايق بيكون في 8 عربيات تبع الشرطه والجيش واقفين في المكان، وبتبدا التفجيرات في كل حته. حرب شرسه بين العصابه والشرطه اللي بتستخدم كل الوسائل اللي معاها علشان تهزم عصابه الكلب المجنون. وتشينج بيطلب من واحد انه يدخل يقتل تشو اللي معاه لكنه بيفشل، وتشو بيقتله وبيفك زمايله علشان ينضموا للمعركه الكبيره دي. وباستخدام المهارات القتاليه الكبيره عند شياو وتشو بيقدروا يهزموا اكبر عدد ممكن من العصابه، وخلاص تشينج بيتهزم. واول لما بيحس
انه اتهزم وكل رجالته يا اما ماتوا يا اما اتقبض عليهم، بيقرر ان هو يهرب عن طريق الحدود زي ما عمل زمان. وبكده الشرطه مش هتقدر ان هي تلمسه لانه عدى الحدود. لكن شياو وتشو بياخدوا بالهم منه وهو بيهرب وبيتحركوا وراه، وتشينج بيفضل يضرب النار لحد لما بيوصل للحدود. لكن قبل ما بيعدي بيفضل شياو وتشو يضربوا النار وبيوقفوه قدام الحدود بالظبط قبل ما يهرب منهم، وبيحاصروه هما الاثنين وبيفضلوا يضربوا النار لحد لما بيكون خلاص شياو معاه طلقه واحده وتشو معاه طلقتين. والقائد بيحذرهم ان هما ما يخلوهوش يهرب من الحدود بعد كل ده. فتشو بيتكلم مع شياو وبيعرفه ان هو هيضطر يظهر قدام تشينج ويضرب طلقه، وساعتها هيبقى مكشوف فشياو ممكن يقتله. وفعلا شو بيستعد وبينط قدام تشينج وبيضرب عليه طلقه، لكن تشينج بيقدر يسيبه بطلقه في صدره. بس هنا شياو بيظهر بخبره السنين وبيقدر يضرب اخر طلقه معاه في دماغ تشينج علشان يقع ميت قدامهم وينتصروا عليه اخيرا. وبيروحوا هما الاثنين بعدها لقبر القائد بتاع تشو وبيعرفوا ان قدر ينتقم من اللي قتله خلاص. ولما بيجي يمشي شياو بيعرض عليه انه ينضم للشرطه ويبقى شريك معاه في المعارك الجايه. فتشو بيقول له انه هيفكر في العرض بتاعه وهيرد عليه اكيد. فيا ترى هنشوف الاثنين الابطال دول في معارك قويه وشرسه زي دي تاني؟ فكل اللي عليك انك تشترك في القناه علشان اي فيلم يعملوه سوا تكون اول واحد يشوفه.